على العلن بس مع الأمين مع الوزير ما أن يعني الحمد لله الحاضن الأكبر هو الأخوة والمودة والصداقة بدنا يعني ترى أنا موعود بجيمر وموعود بمسقوف تبو الأمير يوصلك دبلوماسيات لحظة المنيو ما خلص موعود بكبة موصلية ولا الحين ما وصلت مع الوزير أبو مرتضى أستاذ حسام موعود بتمن عراقي يعني مطالبات مع الوزير أبو مرتضى أستاذ حسام ذني كلهن لهن مقدمات لازم المسقوف والكبة لازم تمن عنبر التمن عنبر وصل فان شاء الله ورا ذنك جايك ان شاء الله ان شاء الله يجيك ما في نحب نسوي الكهرباء مقابل الغذاء الله يستر مقابل المسقوف مع السلامه